معاكم بعد ما اسمع اول اتصال في حلقه النهارده. يا ام معاذ السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم فضيله الشيخ. اهلا بيك يا اخت الله يرضى عليك. بشكر حضرتك ومجهود حضرتك، ربنا يجعله في ميزان حسناتك كده في ايام رمضان وكل ده والاستفاده اللي كلنا استفدنا منها. الله يحفظك يا اختي. ربنا يبارك فيك فضيله الشيخ. والله فضيله الشيخ انا متصله مخصوص بستاذن حضرتك في دعوه ليا ولزوجي ان ربنا يرزقنا بالحج يا رب ان شاء الله. لاني امنيه حياتي ان انا احج انا وهو واحنا صغيرين، لان هو يعني هو عنده اعاقه في رجليه يعني وكان عمري ما كان يعني الحلم ده، حلم الحج ده كان اساسي في حياتي لكن عمره ما كان ملح عليا قوي كده الا بعد ما حصلت لي حادث في رجله التانية اللي هو بيقدر يمشي عليها شويه. فبتمنى من ربنا ان ربنا يرزقنا الحج واحنا صغيرين عشان اقدر اكون معاه ونقدر يعني نقدر نساعد بعض، يعني انا اقدر اساعده وهو كمان يستمتع بالحج يا رب. فبطلب منك الدعوه دي. انا سمعت حضرتك على قناه القاهره وحضرتك بتقول انا رحت مخصوص محاضره علشان القي فيها فضائل للصلاه على الرسول صلى الله عليه وسلم، وربنا رزق حضرتك بالحج في نفس السنه ان شاء الله يا رب وما انقطعتش بعد كده ان شاء الله. فبطلب من حضرتك يا رب دعوه مخلصه كده انك تدعي لي انا وزوجي ربنا يرزقنا بالحج يا رب ان شاء الله. يا اختي حاضر يا افعل ان شاء الله. جزاك الله خيرا. اولا اكثروا من الاستغفار. مساله الحج دي مساله كل مشتاق لابد ان يكتب له ان شاء الله، ومسألة الواحد هيسافر ازاي دي مش بتاعتي. انا اقول لكم على موقف، انا من حوالي 5 سنين او لا اكثر، حوالي 6 سنين، من حوالي 6 سنوات كنت في الفترة دي اشتغلت في قناة الناس فترة، كنت ماسك منصب اداري كبير في القناة، بس المشاكل اللي حصلت والحاجات كده خلتني اقدم استقالتي واعتزل بعيدا عن العمل في القنوات الدينية فترة طويلة جدا من حياتي. في السنة دي اتبعت فاكس انه احنا عايزين حوالي 20 واحد عشان هيروحوا يغطوا الحج، واتبعت الفاكس وكان اسمي ضمن الاسماء المذكورة في الكشف ده. يشاء الله عز وجل انه الدعوة لما جت كلهم اخذوا التأشيرة في السنة دي الا انا، لان اسمي الوحيد اللي كان غلط والوظيفة اللي كانت موجودة في الدعوة غير الوظيفة اللي موجودة في الباسبور بتاعي، والوحيد اللي سافر في السنة دي في العشرين اسم أنا، مع أنه الوحيد اللي ما خدش تأشيرة في السنة دي هو أنا. فمسألة الحج دي مسألة الواحد ازداد يقين في الله عز وجل. ما كنت أتخيل السنة اللي فاتت أن أنا هسافر خالص خالص، أنا مسافر قبل عرفة بيوم العام الماضي، ما تخيلت خالص. فكل واحد كده يستعين بالله ويترك أمره لله عز وجل ويخلص في الدعاء، وربنا سبحانه وتعالى يسبب الأسباب على أقل شيء، وهو سبحانه وتعالى يقول للشيء كن فيكون. يا أختي لعله حد من إخواننا الصالحين اللي في إيده فعلا أنه هو ييسر لك موضوع التأشيرة أنت وزوجك، يستطيع أنه يتصل على إخواننا ويستطيع أنه يتواصل معك ويستطيع أنه يكون سبب في أنك تسافري، لأنه المسألة دي مسألة لا يتحكم فيها إلا الله عز وجل. أنا أحكي لكم على موقف عشان تعرفوا أن الحج ده حتى الناس اللي بتسافر تحج. المجموعة اللي أنا بسافر معها دايما باستمرار دي مجموعة ناس طيبة جدا وناس من الصالحين أحسبهم على خير، كل سنة أنا بزداد معارف جديدة معاهم وبشوف قد إيه الناس دي ناس طيبة. في سنة من السنوات الأخ المشرف المدير المسؤول عن الشركة وبيقول أنا جمعت الناس علشان نروح عرفة، فبيبدأ يرتب الناس الرجال والنساء علشان نركب الباصات ونروح عرفة. فمن ضمن الناس امرأة المسؤول بيقول لها تعالي علشان نروح عرفة، قالت له لا أنا جيت وعملت عمرة ومانيش عايز أروح عرفة. يا نهار أبيض أنت بتتكلم بجد يا حاجة؟ قالت له آه والله أنا عملت عمرة وكفاية عليا عمرة، أنا مش هروح عرفة. الله يهديك، ده أنت جاي مخصوص عشان تحجي وأنت خلاص ده عرفة الصبح والحج عرفة لازم تيجي. قالت له لا أنا مش هروح وكفاية عليا اللي أنا عملته. وبالفعل هذه المرأة أنا لا أعرف إن كانت على قيد الحياة أم لا حتى الآن، لكنها أصرت إن هي ما تروحش. سبحان الله العظيم، كان موقف صعب إنه حد يروح ويدخل مكة
ويبقى بينه وبين عرفة كم كيلو، ومع ذلك يأبى إن هو يروح يقف على جبل عرفة ويحضر مع الحجيج ويفوز بالبركة بتاعة الحج. فشوفوا المسألة دي وشوفوا المسألة دي، وشتان بين الأمرين، إن أختنا أم معاذ تتمنى إن هي تروح تحج. أسأل الله العظيم يا أم معاذ إنه ييسر لك الحج، ولنا ولكل إخواننا وأخواتنا، ولنا جميعا وكل من يسمعنا الآن، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا حج بيته الحرام أعواما عديدة وأزمنة مديدة.